قال وزير التربية وزير التعليم العالي دكتور حامد العازمي اليوم إن مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب 11 الذي تستضيفه دولة البحرين يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم. كما أضاف أيضا الوزير أن من ضمن المواضيع التي ستتم مناقشتها في الاجتماع دور السياسات التعليمية في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المؤتمر 11 لوزراء التربية والتعليم العرب، وذلك بمشاركة فاعلة من دولة الكويت بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي. بالنسبة للمؤتمر فهو كان الأساس هو مؤتمر سنوي بالنسبة لمنظمة التربية العربية لرسم السياسات التعليمية لمنظمة التربية العربية، وهذا طبعا هم أنه يلحق مؤتمر آخر لمنظمة اليونسكو في الأسبوع القادم هم لوزارة التربية بشكل عام، والهدف الأساسي هو الحصول على أو النهوض في التعليم لما يوافق الهدف الرابع من التنمية المستدامة المقرر فيه بمنظمة الأمم المتحدة. أما بالنسبة للعلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت فهي علاقة أخوية متميزة، تعد أيضا نموذجا للعلاقات بين الأشقاء. على الصعيد التعليمي هناك تعاون وثيق مع الأخوان في دولة الكويت وتبادل التجارب وتبادل الخبرات، وهذا أمر طبيعي في علاقات متميزة بين الأشقاء. هذا وقد ناقش المؤتمر سبل تطوير السياسات التعليمية وتعزيز دورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى موضوعات داعمة مثل تطوير منظومة التقويم التربوي وتنمية الموارد التعليمية المفتوحة وتداولها واستخدامها وتعزيز منزلة القيم العربية في المناهج والممارسات التعليمية. يعد التعليم الركيزة الأساسية لانبثاق جميع المجالات في ميادين العمل مستقبلا، ومن هذا الأساس تم انطلاق المؤتمر السنوي 11 لوزراء التربية والتعليم العرب من خلال مشاركة دولة الكويت فيه لتلقح الأفكار وتبادلها على المستوى العربي. زينب عباس لتلفزيون دولة الكويت، المنامة، البحرين.